أول شيء السلام عليكم أخ بدرالدين، شكرا لك على الاستضافة. بالنسبة لانتقال عبد القاهر قدري، يعني كان فيه اهتمام من نادي أجاكس أمستردام، لكن النادي لم يقدم عرض رسمي حسب المعلومات التي كانت بحوزتي. النادي أعجب كثيرا بتقنية اللعب وبطريقة لعبه، لكن نادي كورتلي لم يتحصل على أي عرض من نادي أجاكس أمستردام. المشكل ان في قضيه عبد القهار قدري وايضا ادم زرقان على سبيل المثال، هو ان نسبه امتلاك نادي بارادو لحصه بيع اللعب بعد بيع اللعب، يعني بالنسبه لقدري نادي بارادو يمتلك 40% من حصه بيعه، وايضا بالنسبه لادم زرقان نادي بارادو يمتلك 50%، وبالتالي أندية كورتري وأندية شارلوروا على سبيل المثال ترى أن انتقال اللاعب بمبلغ ربما 6 ملايين يورو على سبيل المثال أو 8 سيكون خسارة بالنسبة لهم، وهذا هو المشكل الحقيقي الذي جعل قادري يبقى لغاية الآن في نادي كورتري وأيضا آدم زرقان. أكيد أكيد بعد انتقال قدوس إلى الدوري الإنجليزي هناك بعض الإشاعات قالت أن نادي اجاكس قد يدخل مجددا في مفاوضات مع نادي كورتلي من اجل ضم عبد القاهر قادري، لكن النادي الهولندي قرر الذهاب نحو وجهه اخرى وضم لاعب اخر. بالنسبه للاعب حسب المعلومات التي حوزتي، اللاعب قرر ان يبقى في نادي كورتلي من اجل محاوله الخروج بالنادي من الازمه التي يعاني فيها حاليا، يعني النادي لحد الان لم يحقق اي فوز في 6 جولات من الدوري البلجيكي، و يعتبر يقبع في مؤخرة الترتيب، وبالتالي هذا الأمر جعل قادري خصوصا وأنه قائد الفريق حاليا يأخذ المسؤولية بالبقاء في صفوف النادي. نعم، الميركاتو في بلجيكا ينتهي يوم 6 من هذا الشهر، لكن قضية انتقال قادري إلى أحد الأندية البلجيكية حقيقة أنا أستبعد ذلك، لأن مثل ما قلت لك قادري قرر البقاء في نادي كورتري حسب آخر المعطيات، خصوصا وانه قائد الفريق وبالتالي المسؤوليه اكثر تعتبر اكثر على عاتقه الان، كما ان يجب التنويه ان نادي كورتري حسب المعلومات التي تحصلت عليها قام بزياده راتب اللاعب في الفتره الصيفيه، وبالتالي كل هذه الامور ربما اغرت اللاعب بالبقاء في صفوف الفريق، وايضا البدايه الغير موفقه لنادي كورتري تجعل اللاعب يشعر بالمسؤولية تجاه هذا النادي الذي فتح له الأبواب من أجل التألق في سماء الكرة الأوروبية.